السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه كونغو كانت دي سي، ركبنا لها موتور 1009 عاد تورينو 19 عاد تصوير ما شاء الله، مازال كي خدمناه ما فيش لا راكب كل كتير لا فعل شيء. نشوفوا هنا الماء، الماء حتى التلالي ما يدور لان الترموستات ما زاد محل توا، الماء هو قاعد يدور داخليا يعني داخل في وسط الموتور، يعني يدور يعني في كويس سموها فرمية، يعني حاجة مسكرة الداخل، مجرد ما تفتح الترموستات توا يولي الماء يدور. ما يعرفش الكسرون كيفاش يشفط، هذا هو حاجة يشوفوها، شوف هيك يخدم ثلاثة هكا يولي يخدم ثلاثة، هكا يخدم ثلاثة، هكا يخدم ثلاثة، كل ما سكر لها واحد يخدم ثلاثة، ثلاثة، هذوك الشفط نتاع الأربعة بسات، الأربعة بيستونات، يشفطوا من غادي، يعني كي تسد اثنين يخدموا اثنين بركة، شفتوا؟ يخدموا اثنين بركة، يعني الشفط، يعني إذا كان فما واحدة منهم تولي تشتش هنا، تعمل تشتش. وقتها راهو فما حاجة في السلندر هذا أو هذا أو هذا، لازم نعمل العملية هذه هكا، بعدها يخدموا الأربعة لاباس عليهم، ونشوفوه ما شاء الله ها، التنفيذ نتاعو لاباس ما فهم شيء، هو ما فيه شيء، يخدم عادي. أن هذه محرك 1.9 ديزل أو 1.9 ديزل اللي هو موجود في الرينو، أغلبية الرينو فيها محرك هذا، هو نعطيكم بسط عليه شنو المكونات نتاعو. عندنا هذه الواجهة الأمامية اللي هي من فما الحزام أو الشين كروا، أو هذه الواجهة الأمامية. عندنا هنا من المولد نتاع الكهرباء اللي هو الانترناتير أو الدينامو. عندنا هنا من البومب أسيستي أو المضخة نتاع الزيت اللي نتاع الديريكسيون او نتاع الكريمير او نتاع السكاتولا. عندنا هذه البومبو او مضخه الماء. عندنا هذه البولي نتاع الموتور من قدام. نجيو من هنا نجنب هذايا، عندنا من هنا اللي هي مضخه الديزل اللي هي بومباجيكسيون، هذه هذا منين تنزل انت على الاكسيلاتير، هي هذه تتحرك.
أن هذا هنا فيها ستارتر أوتوماتيك، هذا هي ستارتر أوتوماتيك اللي هو جي من ال من الكلاس. عنده هنا كل ترمستا، عندنا هذا الانجكتورات نتاعو اللي هو 4 انجكتورات عادي، هذا يعني ديزل عادي. هذا هنا شوفوه هنا مغطي هذا بالكود، لأن مازال الدوريجين مغطي بالكود، لأن هذا كان في كهرباء كودي يعني بالرقم السري نقولوا احنا. هذا يعني هنا الجهة هذه فيها الفلتر نتاع الزيت، فيها حساس الزيت اللي هو المانو نتاع الزيت، فيها رينفلير اللي هو المنفس نتاع المحرك، فيها الخراطيم نتاع الماء اللي هما الديريتات نتاع الماء، هذوما كلهم يخرجوا من هنا، اللي يمشي للشوفاج، اللي يمشي للراديتير، يمشي للكل، هذوما كلهم عندي الحاجات من هنا كلهم. يعني هذه ندوروه تو من هنا شوية. عندنا من هنا هذه المضخة نتاع الهواء اللي هي مش يعني تهتم بالسيرفو الفران، تمونه بالهواء يعني تعطيه الهواء او تسبيري، فما يعني احنا نسموها مضخه، لكن هي بومبافيد يسموها بومبافيد. عندنا تحت منها نقول الحساس نتاع الحراره، وهنا يقول الترموستا، وعندنا الحساس نتاع المروحه، وحساس يعني اللي يهتموا بالمحرك الاغلبيه تلقاهم في جهه الترموستا. عندنا هذوما خراطيم نتاع الماء اللي يمشوا لوسط السياره للشوفاج. عندنا من هنا هذه البوات او الجير، بوات ابي تي اس هذه تاعها، هذه الفرشاة نتاع المبرياج. هذه من هنا خروج الكاردون، من هنا هذه هنا حساس نتاع المارشاليير اللي هو حساس نتاع الوحدة الخلفية نتاع المارشال الخلفية يعني الخلف. ندوروا من هنا نلقوا هنا عندنا الجير اللي هو نتاع البيئة، هذايا هنا، لأن هذا محرك آخر 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 طراز في الموديل هذا في العادي تدي يعني ديزل 1.9 ديزل 1.9 ديزل. عندنا هنا الديمرر اللي هو المشغل للمحرك، عندنا هذا حساس العداد نتاع السرعة، هذا حساس العداد نتاع السرعة اللي هو كابتر نتاع الكونتور. عندنا هنا هذا يخرج الكاردون اليمين، هذا كاردون اليسار يخرج الكاردون اليسار، هذا يخرج الكاردون اليمين. أنا من هنا الكولكتر نتاع الشابمون والادميسيون يعني نتاع المضخه نتاع المدخنه ونتاع دخول الهواء. هذه من هنا هذوما كل الحاجات المكونات اللي موجودين في المحرك هذا. هنا من فوق يعني هذا كله كاش سباب ومصب نتاع الزيت، حاجات اللي يعني نجمو نشوفوها اللي قلت لكم عليها. ان شاء الله تنفعكم عمليكم هذه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.